أول حاجة لازمنا نعملوها إن نفيقوا بالمشاكل اللي عنا ونخطوا باش نلقاو حلول. خليني نسألك سؤال، شنو طموحك في الدنيا؟ شنية حلمتك؟ شنية الحاجة اللي تحب تحققها؟ شنو اللي كتحقه اليوم حياتك تتبدل غدوة؟ زعما فما حاجة فيك تحب تبدلها؟ أما فما خوف؟ فما رهبة من التغيير؟ شنية اللي مخوفك؟ أي واحد في الدنيا هو إنسان من هذوما الاثنين، يا إما عايش حلمته ولا عايش في الخوف. إيه مادامك عايش عيش أحسن عيشة، مادامك تلبس البس أحسن لبسة، مادامك تاكل كل أحسن حاجة، مادامك تضحك أضحك من قلبك. تحب تتعلم النجاح أقرأ على النجاح، تحب تتعلم السعادة أقرأ على السعادة. كل واحد فينا مستحق الأحلام، أحلام كبيرة، أحلام تفرح، أحلام موجودة باش تتحقق. شنية اللي موقفك؟ شكون اللي موقفك؟ شكون اللي مخوفك ومنعك من تحقيق أحلامك؟ التحدي خليك تتعلم وتتعدى العقبات الكل. تحب توصل وباش توصل، تحب توصل وباش توصل. انت مش دارك، انت مش فلوسك، انت مش الحواجي اللي لابسهم، انت اقوى، انت احلى، انت معجزه، انت وحدك تقرر تحققها. تفكر انه الظلام يجي قبل الضوء، والدمعه تجي قبل الضحكه، والشتاء يجي قبل الربيع، والتحديات هي بدايه القوه، والامل هو بدايه الحلم. عيش بالامل، عيش بالمحبه، اعرف قيمه روحك وعزها. انت المسؤول، قرر وما تنساش الدنيا حلوه.